ولدي عنده جوج الاجازات ما عنده في موريال با لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج في قرا ولدي في كندا حتى تولي 4 سنين حتى تدوز 4 سنين دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون ولا بغيت تقرا القانون خصك 19 المعدل راه الانسان ما فيه عظم كموزن كلامك الا عاد غادي تتكلم وخاصك تتكلم وتعرف كيفاش تخاطب المغاربه انا لاباس عليا ولدي قريته في كندا وعنده جوج الاجازات والاجازات اللي عندنا هنا هنايا وديبلوم الدراسات العليا والماستر والدكتوراه اللي عند عباد الله يعني شنو هي والله الا كلام غير مسؤول وراه كيحبط من العزيمه ديال مجموعه من ابناء المواطنين المغاربه اللي ما عندهم فلوس واللي كيقراو في المدرسه العموميه والجامعه المغربيه اللي عطات اجيال وكتعطي مازال ونحن كنفتخروا ان كننتموا لهذه الجامعه وجزء من هذه الجامعه والله العظيم وما غاديش نقول لكم نكته اقسم لكم بالله العلي العظيم الا اعرف اساتذه دكاتره ويدرسون في الجامعه كاساتذه عرضيين وسقطوا ويقولوا المسطره الجنائيه طلعوا نزلوا ولا نطلعوا عندك ويقولوا التجاري ويقولوا المدني ويقولوا الاداري يعني انا هنا واثق من كفاءتهم كما انا واثق من كفاءه العديد من الطلبه والطالبات اللي درسناهم على مدار 20 سنه داخل الجامعه واللي سولتو فيهم وقال لي ما نجح وكأن هاد الناس هادو كلهم ما نعرفش شوق عليهم تبلوكاو في هاد الامتحان ينجحوا نجحوا في جميع الامتحانات جاو حتى المحاماه وسبحان الله سبحان الله انا اليوم تيرا كنتكلموا على واحد المفهوم ديال خصخصه المحاماه ديال التوريث ديال المهنه واش غير اللي في مهنه يورثها لولده واش غير اللي في مهنه ضروري ندوزها ودابا راه ما شوف راه كنتاخذوا النخب السياسيه كنتاقدوها وكنضلوا نتاقدوا فيها وكنقولوا التوريث كاين في المجالس المنتخبه وكاين عندنا في البرلمان وكاين عندنا في مجموعه من المجالس اليوم ينتقل محمد ينتقل بشكل مفج ومفضوح حنا راه لا نتهم احدا ولا نشكك في نزاهه احد ولكن كنقولوا على انه هذه المباراه اللي تقدم لها 70,000 من حاملي مجموعه من الشواهد من الجامعات المغربيه ومن اولاد الشعب المغربي ونجحت منهم 800 ومن بعد طلعتها 2000 في خرق سافر للقانون على أي بناء على ماذا؟ بناء على اي معايير نجحت 800 اللي عندها الاستحقاق تنجح شويه ولات 2000 كيفاش درتوا لها؟ اذا هناك خلل ما وكنقولها وكنأكدها احنا لا نتهم احدا ولكننا نتساءل مع المتسائلين نتساءل عن المتسائلين احنا والله العظيم اللي كيبقى فينا هذا الشيء الذي يقع في وطننا من فضيحه التذاكر في المونديال الى الانجاز الكبير اللي حقه المنتخب المغربي في كاس العالم الى الانتكاسه اليوماتيه مع نهايه 2022 كنخدموها كنختموها بهذا الاشكال هذا اللي مطروح اليوم للنقاش العمومي واللي الوزير يتحمل منه جزء كبير على الاقل سيدي ما تتكلم وما تقول ولدي يقرا في كندا ولا تقول انا لاباس عليا بدير بيان توضيحي من الوزاره وكفى الله المؤمنين القتال ولكن باش تخرج وتتكلم راه كنقولها لك راه تزيد الطينه بله وراك تزيد انا تصريح انا نقولها لك مع كامل الاحترام والتقدير بالنسبه لي انا تصريح مستفز يعني انك تقول لي ما عنده الفلوس ما يقرا اللي ما قرا في كندا ما ينجح يا سيدي من حقه ولا ينجح من حق اولاد جميع السياسيين وغيرهم والمسؤولين ينجحوا احنا ما قلنا حتى شي حاجه اذا كانوا يستحقون واذا كان بالكفاءه ديالهم ولكن بالمقابل يجب ان نصادر حق ابناء الشعب اللي ما عندهم لا باك صاحبي ولا عندهم من تدخلهم ولا قراوا في كندا ولا قراوا في سويسرا ولا قراوا في فرنسا ولا ملي يقدوا يقراو فيها لا نحن ولا هما وتجي وتهضر هاد الهضره هذه راه تبرر ما لا يبرر راه تبرر ما لا يبرر الحقيقه راه انا اعجز عن الكلام كما كيقولوا التوانسه تحب تفهم الدوخ راه عينا ما نفهموا مجموعه من التصريحات مجموعه من الحوايج اللي تقال في مجموعه من المجالات وعينا نسرطوها ونشربوها مع كاس من الماء ولكن حتى هذه والله هنا ما بقات تسرط ليا اذا نحن راه اليوماتيه كنطالبوا باعاده النظر مجموعة من الأمور اللي خرجت عن السياق ديالها وكنقولوا لهاد المسؤولين والوزراء ديالنا راه عندكم واجب التحفظ راه على الأقل حتى لما حققتوا شي حاجة غير عاونونا غير بالسكات عاونونا غير بالسكات الله يهديكم راه هذا الوطن يحتاج إلى من يخدموه ويحتاج إلى من رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اللي غادي يقربنا اللي غادي يدخل على الخط التصريح اللي تصريح ديال رئيس وزير العدل سيدي محمد مرحبا بكم شكرا معكم محمد الغلوسي رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام موضوع الساعه وموضوع هذه السنه وبدايه هذه السنه دشنا بدايه هذه السنه على وقع فضيحه تتعلق باتهامات بشبهه فساد واستغلال المحسوبية والزبونية تحوم حول نتائج الامتحان المتعلق بمزاولة مهنة المحاماة.
هذه الاهانات وهذه الفضائح تطلب من وزير العدل ان يفتح تحقيقا شاملا ومعمقا حول هذه القضيه من جهه، كما تفرض على النيابه العامه على رئيس النيابه العامه ان يدخل على الخط هذه القضيه. لماذا؟ لان وزير العدل قال بنفسه بان عدد الناجحين هو 800، وانه تدخل عده مرات الى ان وصل عدد الناجحين الى هذه المبلغ. وفي اعتقادي فان هذا تصريح وزير العدل يعتبر تزويرا وتغييرا للحقائق وللحقيقه، وبالتالي عليه ان يسأل من الناحيه القانونيه. لابد للنيابه العامه ولرئيس النيابه العامه ان يتدخل لفتح بحث وتحقيق شامل حول ظروف ملابسه اسراء هذا الامتحان، وحول الاتهامات بالفساد وبالتزوير وباستغلال النفوذ وبالمحسوبيه والزبونيه وغير ذلك. اذا لابد ان تدخل النيابه العامه ما دام ان وزير العدل يتهرب من فتح تحقيق شامل حول الموضوع. كذلك وزير العدل سبق له لما سئل عن ابنه اجاب بانه ولد قرا على برا، لان باه لاباس عليه وخلص عليه الفلوس. فتقديري ان هذا التصريح هو يشكل استعلاء على المغاربه واستقواء على المغاربه بالمال وبالثروه، مع العلم ان اغنى ثروه واحسن ثروه هو مبادئ الانسان واخلاقه وليس المال. وبالتالي فتصريح وزير العدل ينم عن استعلاء وعن احتقار للمغاربه واحتقار ايضا للمدرسه العموميه المغربيه ولاجيال كثيره ومسؤولين كثر تخرجوا من المدرسه العموميه وتقلدوا مناصب عليا في الدوله. كذلك ايضا وزير العدل اكد بانه لن يفتح بحث. قال وزير العدل ما غاديش نفتح بحث لانه ليست هناك جريمه. نقول لوزير العدل ان البحث يفتح بمجرد وجود شبهه. مجرد وجود شبهه يفتح البحث، لان الغايه من البحث قانونا هو الكشف عن تلك الجريمه ان وجدت، الكشف عن الفاعلين والمساهمين والمشاركين في تلك الجريمه. اذا هذه هي مقتضيات القانون ومقتضيات المسطره الجنائيه التي تقتضي فتح بحث ولو بمجرد وجود شبهه. كذلك وزير العدل هو المسؤول المباشر على هذا الامتحان، باعتبار وزاره العدل هي التي اعلنت عن الامتحان وهي التي امسكت بجميع خيوط وتفاصيل هذا الموضوع. اذا وزير العدل مسؤول من الناحيه السياسيه ومن الناحيه القانونيه ومن الناحيه الاداريه. اذا يجب ان يحاسب على كل هذه المستويات. واليوم وسائل التواصل الاجتماعي ضجت باخبار وبقصصات وبانباء تتحدث عن تلاعبات حصلت في لوائح الناجحين في هذا الامتحان، واشارت الى بعض الاسماء. وبعيدا عن اي تشهير وبين اي مس بالمعطيات الشخصيه للافراد، فان وزير العدل والنيابه العامه مطالبان بفتح بحث عميق حول هذه القضيه، لان دوله حقوق القانون تقتضي أن يفتح هذا البحث، لأن إعادة الثقة للناس في المؤسسات وفي الفاعلين يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي أيضا مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة ونهب المال العام والقطع مع سياسة الريع والإفلات من العقاب. إذا لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة. واليوم أعتقد أن زلات وخرجات وزير العدل وصلت إلى مستوى لا يطاق، وأعتقد أنه لا يجب أن يوضع حد لهذا الرجل، لأنه أصبح يتكلم بشكل غير مسؤول وبشكل طائش وخارج عن كل قواعد اللياقة والتحفظ. وبالتالي اليوم لابد من مساءلته، وذلك عبر إعفائه في إطار رفع المسؤولية بالمحاسبة. وبالنسبة لما يروج بالاستقالة ديالته، هو الاستقالة دياله غير واردة، لان السعد الكفوبي وزير العدل من الناس المتعطشين للسلطه وللمقعد وللكرسي، وبالتالي من باب المستحيل ان يتقدم هو اختياريا بالاستقاله، اللهم اذا اجبر على تقديم تلك الاستقاله، اما ان يقدمها او ان يطلب اعفاءه من تلقاء نفسه كما يفعل المسؤولون في الدول الديمقراطيه، فاعتقد انه واجزم بانه لن يقوم بذلك، لان الذي يعرف مسار الرجل ومتعطش للمسؤولية ومتعطش للمنصب ومتعطش لأن يكون حتى رئيس الحكومة كرئيس الحكومة. وبالتالي فهذا التعطش للمسؤولية جعلته قبل الانتخابات يقول بأنه لن يقبل أن يكون عنه أي شخص رئيس، بما في ذلك
عزيز أخنوش وقال بأنني لا يمكن أن أشتغل عند أخنوش أو أكون موظفا عنده، فأنا زعيم وأمين عام حزب سياسي، بمعنى آخر أنه هو المؤهل لأن يكون رئيس حكومة. إذا تعطش للسلطة ورغبته الجامحة في أن يبقى في كرسي المسؤولية لن تجعله يطالب بالاستقالة، لذلك لابد أن يجبر على تقديم هذه الاستقالة وإعفائه من مهامه في إطار المسؤولية بالمحاسبة. ما وقع بسبب وزير العدل، بسبب تصريحاته وبسبب تصرفاته وبسبب خرجاته وبسبب أقواله، قيل بأنه ضغط عليه من أجل أن لا يتجاوز عدد الناجحين في الامتحان 300، وقال في وقت سابق بأنه ضغط عليه ليخرج الامتحان، وقال في وقت سابق بأنه ضغط عليه من أجل كذا وكذا إلى آخره، دون أن يفصح عن تلك الجهات ودون أن يفصح عن من ضغط عنه، ويطلق هذه التصريحات ويطلق العنان للتصريحات بشكل غير مسؤول. لذلك حان الوقت لأن يتم إعفاء الرجل وأن يتم إيقاف نزيف التنظر على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخليا أو خارجيا.